البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رومية، بركته علينا آمين. لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن موسى كتب في البر الذي من الناموس. إن الإنسان الذي يفعله يحيا به، وأما البر الذي من الإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي لينزل المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية، أي ليصعد المسيح من بين الأموات. لكن ماذا يقول الكتاب؟ إن الكلمة قريبة منك، وهي في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي ننادي بها. لأنك إن اعترفت بفمك أن الرب هو يسوع، وآمنت بقلبك أن الله قد أقامه من بين الأموات، فإنك تخلص، لأن بالقلب يؤمن به للبر، وبالفم يعترف به للخلاص. لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، إذ للجميع رب واحد غني لكل من يدعوه، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. ولكن كيف يدعون بمن لم يؤمن به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات. لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأن أشعياء يقول: يا رب، من آمن بخبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ إذن الإيمان بالسمع، والسمع بكلمة المسيح. لكنني أقول: ألعلهم لم يسمعوا؟ وكيف ذلك وقد خرج صوتهم إلى الأرض كلها، وإلى أقاصي المسكونة بلغت أقوالهم؟ نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا. آبائي وإخوتي، آمين.